الآن. السيدات والسادة، نحييكم وفي ميال نقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. القيادات العمالية ترحب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن المعاشات والأجور. مجلس الوزراء يوثق مشروعات الرئيس السيسي في كتاب بعنوان مصر مسيرة الإنجازات. ومصر تؤكد موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. رحبت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن ضرورة العمل على تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات. وأعرب رئيس الاتحاد العام رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبال المراغي عن سعادته بهذه التوجيهات التي تؤكد حرص الرئيس دائما على رعايته للمواطنين وخاصة محدود الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات، مشيرا أن توجيهات السيسي للحكومة أثلجت صدور أصحاب المعاشات. وثق مجلس الوزراء مشروعات القومية المنفذة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، وذلك في كتاب بعنوان مصر مسيرة الإنجازات. وأوضح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذا الكتاب جمع بين ما تحقق من إنجازات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 وبين ما هو مستهدف تحقيقه حتى 2020، مؤكدا أن حجم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات ساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تستمر فعاليات التدريب المصري البريطاني أحمس واحد والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والبريطانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. هذا وقد تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة، كما تفقد اللواء جيمس ألين جورث قائد القوات المسلحة البريطانية بقبرص إحدى مراحل التدريب، مشيدا بالجاهزية العالية والتناغم الجيد بين القوات المصرية والبريطانية، مؤكدا أن التدريب يساهم في دعم جهود التعاون المشترك لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة، مؤكدا على الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم. وادعى 408 السجون بموجب عفو رئاسي استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم. جاء ذلك في إطار مواصلة فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة 67 لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة، حيث عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس رئيس حي وسط الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية رشوة. كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض أمس على رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية لطلبها وتلقيها رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها. واقتصاديا، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول مستمر في تطوير منظومة نقل وتوزيع الوقود لتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين. جاء ذلك خلال رئاسة الملا لأعمال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2018. وأكد الملا في بيان له أهمية التزام شركات نقل وتنسيق المنتجات البترولية بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لتأهيل سائقي أسطول النقل ورفع كفاءتهم ضمانا للوصول لأقصى درجات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات. أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران في نفس الخطى لتحقيق الأمن السبراني. جاء ذلك في ختام مشاركة الوزارة في مؤتمر بعنوان التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030 بالمملكة العربية السعودية، والذي انعقد خلال الفترة من 18 حتى 20 من مارس الجاري. وأوضحت لبيب أن المؤتمر تناول في الأساس رؤية المملكة للتنمية المستدامة وتركيزها على الاستثمار في العنصر البشري في ضوء برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 واهتمامها بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. وفي الشأن العربي، أكدت مصر موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وأضافت مصر في بيان للخارجية أنه على رأس المقررات الشرعية الدولية قرار مجلس الأمن بشأن بطلان فرض إسرائيل لقوانينها وولاياتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتباره لاغية، مؤكدة ضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة. جاء ذلك عقب تصريحات لرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الوقت قد حان لاعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل الكاملة على الجولان السوري. في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إن ضم إسرائيل للجولان غير شرعي طبقا لقرارات الأمم المتحدة. وفي نفس السياق، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مرتفعات الجولان تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن مثل هذه الدعوات لا تتفق مع أهداف التسوية بالمنطقة. وبدورها قالت الخارجية الفرنسية إن سيادة إسرائيل على الجولان ستخالف القانون الدولي. تلقت رئيسة الوزراء النيوزيلندية تهديدات بالقتل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأوضحت مصادر إعلامية أن الشرطة تجري تحقيقا بشأن تغريدة تم رفعها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحتوي على صورة لبندقية وتعليقا أنت القادمة، مشيرا إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية. وقال المتحدث باسم الشرطة النيوزيلندية إن الشرطة على دراية بالتعليق الذي تم نشره ويتم إجراء تحريات، كما إنه تم الإبلاغ عن حساب المرسل من قبل أشخاص مختلفين، حيث يحتوي الحساب على محتوى معاد للإسلام وخطاب كراهية. أعلن مسؤولون في الهند مقتل مسلح في اشتباكات مع قوات الأمن في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. وأوضحت مصادر إعلامية هندية عن المسؤول بالجيش الهندي قوله أن قوات الأمن
فرضت طوقا أمنيا وأطلقت عملية تفتيش في مقاطعة شوبان بولاية جامو وكشمير الهندية، وذلك عقب ورود معلومة تفيد بتواجد مسلحين هناك، مضيفا أن المسلحين أطلقوا النيران على قوات الأمن التي قامت بالرد عليهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل مسلح واحد على الأقل في العملية التي لا تزال جارية. ورياضيا، يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم مرانه الختامي بالنيجر استعدادا لمواجهة منتخبها غدا بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام بمصر. كان منتخب الفراعنة قد ضمن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية سواء بنتائجه في مجموعته التي يحتل فيها حاليا المركز الثاني ب12 نقطة أو بعد إسناد الاتحاد الأفريقي تنظيم البطولة لمصر. وإلى الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، حار بالنسبة لهذا التوقيت من السنة على جنوب البلاد نهارا وشديد البرودة ليلا على كل الأنحاء. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24، وادي النطرون 13-23، الإسكندرية 13-20، مطروح 22-28، طنطا 14-22، المنصورة 14-25، دمياط 15-20، بورسعيد 16-20، الإسماعيلية 13-23، السويس 14-23، سانت كاترين 26، شرم الشيخ 19-27، الغردقة 19-28، المنيا 12-29، أسيوط 13-31، سوهاج 14-32، قنا 13-32، الأقصر 16-34، أسوان 17-35، شلاتين 20-29، وأخيرا في حلايب الصغرى 22 والعظمى 27. نهاية نشرة الأخبار، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. القيادات العمالية ترحب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن المعاشات والأجور. مجلس الوزراء يوثق مشروعات الرئيس السيسي في كتاب بعنوان مصر مسيرة الإنجازات. ومصر تؤكد موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. السيدات والسادة من القاهرة، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.